انتهى ماتش الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر ملوش اي 30 لازمه، انا ما اعرفش ايه لازمته بصراحه يعني، لكن انتهى مبروك للزمالك المره 27 فاز بكاس مصر بثلاث اهداف دون رد على فريق بيراميدز. ما اعرفش يعني، بس لازم نبارك للزمالك بصراحه لان جمهور الزمالك محتاج بطوله بصراحه. انما يحضرني في هذا المقام الكريم ان استغرب من تصريح قاله الحرامي مرتضى منصور، قال انه دي اكبر جمعيه عموميه اتعملت في تاريخ الانديه ونحن خلف السيسي. ما اعرفش ايه يعني، ما اعرفش جاب منين او ربط ازاي المواضيع ببعض. منين مين اللي قال لك ان دي اكبر جمعيه عموميه اتعملت في تاريخ السيسي في تاريخ قصدي الانديه، وايه علاقه الجمعيه العموميه بانك بتعيد بيها السيسي؟ انما مبروك للزمالك بكل الاحوال طبعا، وعايز اقول للزملكاويه ان ده هيخلي مرتضى منصور يبان بقى انه له اسمه ايه ده هو انجازات في هذا النادي العريق. ونادي الزمالك يستحق البطولات بصراحه يعني، يعني نادي قديم وعريق والمنافسه بينه وبين الاهلي مش موجوده اصلا يعني. ما هو انت لو دخلت ديجيتال رقمي هتلاقي الاهلي وخد الكاس مش عارف 36 مره، الزمالك خدها 27، فرق 10 مرات. هتلاقي الاهلي خد الدوري ما اعرفش قد ايه 44 مره، والزمالك خدها كم؟ 12 مرة. هاي طب يعني هتلاقي الاهلي خد بطولة افريقيا مش عارف قد ايه والزمالك خدها، ولكن مبروك للزمالك في كل الاحوال يعني، في كل الاحوال فريق منافس ومنافس بشدة يعني. بس هو الارقام بعيدة عن بعض قوي يعني، الارقام بعيدة عن بعض جدا. انا مش عايز اغيظ الزملكاوية وافسد عليهم فرحتهم، بس بصراحة يعني انا بشفق على اي زملكاوي، دول اكبر مستخدمي ادوية الضغط بصراحة. دي ناس طول الوقت يا عيني، ده طلع واحد زملكاوي هنا اهو كانش باين عليك. طيب على كل حال انا بس ما اعرفش الماتش كان عامل ازاي، لكن مؤكد انه كان ماتش على قلب الزملكاوي كويس جدا، ومبروك ليهم، وان شاء الله نشوف نبارك لهم في كاس افريقيا في بطوله الكونفدراليه تقريبا اسمها كده. فالف الف الف مبروك للزمالك.